اوكي اضيف فكره مم. على انه هي الله هنا مم. وهي الصفات هنا في اشياء مشتركه هون في اشياء مشتركه لكن هالناحيه الوسطى هي مم. اوكي أم. عبر التاريخ في احباء لنا ك... على فكره في كثير مسيحيه ما بيأمنوا بالثالوث او مم. يعني بجوز يحكوا بيأمنوا بالثالوث بس مش عايشينه ولا فاهمينه وكثير من احبائنا المسلمين يهود بيأمنوا بالثالوث وعايشينه اعطيك مثل من احد احبائنا اسمه اللي هو بسموه شيخ الاسلام الشيخ العربي فبيسألوا شخص من أين له لله أنا عم بقتبس هنا مم. والمصادر موجودة للبحر مم. من أين له لله بالتثلث يعني عن الثلث يا شيخنا ابن عربي اسمه ابن عربي يجيبنا ابن عربي هلا انتبه شخص من الصوفيين هو بس انه شخص عم بيحاول يفهم طبيعة الله مم. بيقول هيك اقتبس الثالوث هو الحب وبالحب ولاجل الحب يتثلث طبعا احنا ما بنقول يتثلث حنقول هو ثالوث نعم. بالحب ولاجل الحب يتثلث والا فانه كاله ينغلق على ذاته دون اقتراب منه او تلامس معه عكس الثالوث هو الانغلاق وإذا حجب الله عنا فالجحيم إذا قد حل بنا فإن قالوا هذا غلو في الدين غلو يعني تجاوز مبالغة تعصب إن قالوا هذا غلو في الدين نقول ما أعذب الغلواء في الحب لمن أحبنا أولا وكان الحب مبادرته هو لا مبادرتنا هذا اللي بيحكي عنه الكتاب المقدس هذا هو نحن هو نحبه لانه هو هو احبنا اول, أول. ولاحظ هنا بقول الثالوث هو الحب مم. عكس الثالوث هو الانغلاق وحدانية مم. مطلقة عكس الثالوث هو الانغلاق وحدانية مطلقة ما فيش ثالوث بده يستفيد يستغل قوة قدرة اما الثالوث هو الانفتاح هو المحبة وهذا اكتشفها بس بالتأمل في الله يعني وكأنه الروح القدس بيكلمه كان في سؤال مبارح عن الروح القدس كيف بيكلم فهنا شخص الان كيف لو هذا ابن العربي اكتشف انه الله لم يتثلث هو ثالوث كثير اسمى مش انه عمل ثالوث بعدين بده يرجع يصير واحد مم. هو دائما فينا وبلانا هو هيك عشان يعني هيك فصفاته دائما محب مش مؤقتا محب دائما محب مم.